عليكم. السلام عليكم. أم لباس شو بخير. وإياً سي عزيز أخنوش ومشكور على الدعوة نتاعو الكريمة وعبرنا ليه على القضايا اللي كتشغلنا وكتشغل فلات اليسار واللي هي أساسا تتعلق بأربعة ديال المحاور أعتقد أساسية. المحور الأول متعلق بالممارسة الدستورية. نحن لاحظنا في المرحلة السابقة كيف كانت الممارسة الدستورية أقل من الدستور نفسه اللي هو في حد ذاته عندنا عليه مجموعة ديال الملاحظات. كنتمناو أن المرحلة المقبلة رئيس الحكومة يمارس اختصاصاته الدستورية كما نص عليه الدستور. إذا لم يكن نمشيو في اتجاه أكثر ديمقراطية واللي تسمح بالمشاركة ونتجهوا نحو ديمقراطية حقيقية. المسألة الثانية متعلقة بالحريات العامة والاعتقال. مع كم الأسف المغرب مازال هناك شباب ديال الحركات، هناك صحفيين معتقلين، وكان عندنا حنا في ذات اليسار وجهة نظر أننا نمشيو انتخابات بعد ما يكون نصفيو الجو السياسي بلادنا ونعطيو الثقة لكل المغاربة على أن الاعتقال ما يبقاش اعتبارات سياسية في بلادنا أو اعتبارات ديال الرأي. ونتمناو ان هذه الحكومه الجديده العمل تاعها يبدا باشاره قويه في هذا الاتجاه باطلاق سراح كل معتقلي الحركات والصحفيين الى اخره. النقطه الثالثه واللي هي كنعتبره كذلك اساسيه هي الوضع الاجتماعي بلادنا المقلق. نحن نعتبر ان هذه العشر سنوات الاخيره في حياه المغاربه كانت عشر سنوات اللي هي لم اتجهت بنا نحو حل الاشكالات الكبرى المتعلقه بالقضايا الاجتماعيه، بل العكس من ذلك ان هناك تراجعات كبيره على المستوى الاجتماعي. والحال القضايا الاجتماعيه خاصها تبقى فقط تكون في قلب في اعتقادنا هذه الحكومه المقبله. والسيد الرئيس سمع لنا بكل جديه ووجهه نظر في هذه المساله هذه بالخصوص تتقاطع مع وجهه النظر في ذات اليسار. ونتمنوا على ان ما تم التعبير عليه نشوفوا في المستقبل قضايا متعلقه بالشغل، الشغل ديال الشباب بالاساس، قضايا متعلقه بالصحه، بالتعليم العمومي، الصحه العموميه، كل من القضايا التي يجب ان تكون حاضره بقوه في البرنامج الحكومي، ليس فقط على مستوى البرنامج الحكومي لكن على مستوى الممارسه اليوميه ديال الحكومه المقبله في اعتقادنا. كذلك تكلمنا مع السيد الرئيس حول القضايا المتعلقة بالإشراك. لاحظنا أن هذه الحكومة اللي كانت والرئيسي اللي كاينين اللي جاو منذ 2011 ما كانش كيستمعوا، ليس هناك حوار مع القوى الوطنية بصفة عامة، أحزابا كانت أو نقابات، حوار اجتماعي كما لاحظتم خلال هذه العشر سنين ما كانش بل كان هناك بعض الأحيان هناك لقاءات. نتمنى تدشين مرحلة جديدة يكون فيها الحوار ما بين الحكومة وما بين القوى الوطنية اللي همنا الأساسي هو مستقبل المغرب جميعا. ونتمنى أن كذلك من بعد الانتخابات المقبلة يتم، لكن ما نسيت ما تكلمش مع السيد الرئيس في الموضوع، الانتخابات المقبلة يجب التحضير لها عن بعد، ما نخليوش حتى تبقى بعض الأشهر الانتخابات، ونجيبوا قوانين بعضها لا يمت بصلة الديمقراطية، ويكون الإشراك ديال الجميع في النقاش حول القوانين الانتخابية، وبالخصوص وأكدنا هذا السيد الرئيس العملية ديال الإفساد ديال الانتخابات، من انتخابات إلى أخرى نلاحظ عملية الإفساد والإفساد الكبير ديال الانتخابات، وبالتالي حنا كفئة اليسار وكديمقراطيين يمكن يصبح النقاش ديال المشاركة في الانتخابات يولي مطروح علينا بقوة. لا، لان لا يعقل اننا من انتخابات لانتخابات نلاحظ شراء الاصوات والافساد بشكل قوي وان ما نطرحوش على نفسنا السؤال لماذا المشاركه. مره اخرى كنشكر السيد الرئيس على الاستقبال نتاعو والاستماع نتاعو، ونتمنى تكون عندنا مناسبه اخرى لطرح القضايا اللي كتهمنا وكتهم شرائح كبيره في مجتمعنا. وشكرا. المشاركه نحو المشاركه ان شاء الله.